التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة ضمن التحديات التمهيدية الثانية لسن اللقاية. يسير شوطنا الثاني والعشرين الخاص بالإبكار اللقاية المهجنات الأصايل. نبدأ بالبداية ونتابع المقدمة والمركز الأول هذه الجافل اللي تحتل المقدمة بشعار عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي من تحتل المقدمة والصدارة بينما الغدوم على المركز الثاني. هذه هي اللي تحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. تنطلق هنا ضوء بشعار عبد الله بن محمد بن علي المنصوري من تحتل المركز الثاني بينما نقلتنا إلى المركز الثالث. المركز الثالث من تتقدم في هذه اللحظات وتأتي هنا في هذه المنافسة وعد محمد بن زايد أو محمد بن راشد بن ضحاك المنصوري من تحتل المركز الثالث بينما في المركز الرابع هذه هي الظبي عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري يحتل المركز الرابع بينما في المركز الخامس الجزيرة عنان بن علي بن محمد المتوتر النعيمي يحتل المركز الخامس. هكذا النتيجة والندال الخمسة المراكز الأولى أو فينا لمسامعكم هذه الأسماء التي انطلقت أمامكم في أرضية هذا المضمار. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى البداية إلى المقدمة الأولى. الله اليافل اللي فلت وراحت إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول بسيطرتها عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي متواجد على المقدمة الأولى بينما أشوف الظبي على المركز الثاني بشعار أبو زايد تحتل المركز الثاني. عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري شعار يعرف أيضا الرموز ويعرف الكثير من الإنجازات التي سيطر في هذه الرياضة منذ سنوات ماضية ما شاء الله وتبارك الله مع هذه التحديات بينما في المركز الثاني أشوف أنا أسرار ولديه أسرار الصعب يتقدم مع أسرار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الفتبي يتواجد نحو المركز الثالث بينما في المركز الرابع أشوف هنا الغدوم من قبل الجزيرة عنان بن علي بن محمد المتوتر النعيمي يحتل المركز الرابع بينما أشوف الشاهنية غانم بن أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري احتلت المركز الخامس. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول إلى البداية الأولى إلى اليافل هنا تبي تهدي السلامات إلى أهالي العوير من خلال هذا الحضور وهذا التحدي الجميل والصراع والإثارة. الله 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 عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي ولكن هنا نجم الظفرة إعصار الظفرة يقدم لنا الظبي في المركز الثاني عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري بمتابعة حمود بن محمد الوهيبي اللي يمتطيها اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها بينما في المركز الثالث أسرار غادمة أسرار
أسرار الصعب، أسرار الصعب واصلة بشعار محمد بسلطان بن مطر بن مرخان الكتبي المركز الرابع. أشوف اللي تحركت اللي انطلقت في هذه اللحظة، هذه شهاليل سالم بن حبيب بالعلي الهشامي، الهشامي الله. أهالي الرموز العمالقة حاضرين، حاضرين بقوة في هذا اليوم، ولكن ما شاء الله وتبارك الله نجم الظفر، نجم الظفر بسم الله بسم الله ما شاء الله بدأت تزيد سرعة الفائقة. سلام يا أبو زايد، سلموا لي سلموا لي على أبو زايد، تحية 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 على هذا الأداء التي تقدم الظفر. عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري والتحية للدعم الرسمي لهذا الشعار محمد بن زايد. سلام حمود بن محمد الوهيبي على هذا الفوز والانتصار لحظة وصول ظبي إلى خط نهاية محققة هذا الفوز والنقطة الثالثة في هذا اليوم من خلال هذا التواجد. بينما في المركز الثاني أسرار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، المركز الثالث وصل فيه رع الطيره، بينما في المركز الرابع وصل فيه نديل بالويهي بالزفنة، المركز الخامس رحيلة إلى أعضاء لجنة خط النهاية. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى، نعود بالتهنية والناموس إلى مالك أيضا الظبي عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري الذي تفوق التوقيت الزمني 6 دقائق و7 ثواني، والنقطة الثالثة تتدون في هذا اليوم لشعار أبو زايد من خلال زيارته لهذا الميدان، وسلاماتنا نزفها بالوردي والياسمين كما تعودوا أهل الظفرة بالسلامات مع هذا الشعار إلى من مدينة دبي إلى الظفرة، تحية هناك يستاهلونها أهل الظفرة مع هذا الفوز الجميل.